نكمل مع بعض البروسيس بتاعت الفلور بلانس. بلاي ديفولت فيو تمبليت، دي تمبليت جاهزه بحيث ممكن اقول له ايه، اظبط لي على الميكانيكال بلان، اظبط لي على الالكتريكال بلان، الالكتريكال سيكشن، هو بيظبطه لي. الكروب فيو، فاكرين الكروب فيو اللي انا كنت بظبط منه الحاجه اللي هتظهر او مظهرش؟ هي دي بيقول لي عايزه يظهر معاك او ما يظهرش، فيزابيلتي النص اللي كان مكتوب بيظهر ولا ما يظهرش، دي كلها ممكن اظبطها من تحت او ممكن اظبطها من هنا. تمام، الحاجه المهمه قوي بقى الفيو رينج. الفيو رينج لما تدوس هنا اديت بيجيب لي، بيقول لي انت عايز التوب بتاعك اللي يظهر في اللوحه ديت، وعايز البوتوم فين، وعايز الكات بلان فين. تمام، التوب فيو ما ينفعش اقول له التوب فيو ده خليه في الدور الاولاني، اذا كنت انا في الدور الاولاني، فازاي التوب بتاعي يبقى انا في الدور التاني؟ فلازم اختار حاجه اعلى مني، يعني ممكن اقول له ايه خليها في الروف، ممكن في البوتوم انزل اخليها في الليفل 1. تمام، ممكن اقول له ايه اعمل لي اوفست هنا، ابدا من اول كام، ابدا من اول 1000. تمام، مفيش اي مشكله. كات بلان ده خط اللي بيقطع، بحيث ان الخط دوت هو اللي هيظهر فيه الحاجات مظبوطه. لو احنا عايزين نفهم العمليه دي اكتر، في الهيلب صوره بتوضح الموضوع دوت. اهي بيقول لي انا شغال البريمري رينج بتاعي اهو، ده التوب بتاعي، ممكن اطلع بيه شويه، ممكن انزل بيه شويه. ده كات بلان اللي هيظهر معايا الحته دي بالذات والحته دي بالذات، دي اللي هيبقى عليهم التركيز. البوتوم بتاعي ممكن انزل بيه شويه، اخش في الدور التحتيه ممكن اطلع بيه، مفيش اي مشكله. الفيو ديبس دوت المسافه دي هتظهر معايا، بس هتظهر معايا بلون خفيف. تمام، دي فكره الفيو رينج. نرجع للبلان، خليت ده 1000، ده 1200، ده 3000. ممكن تعدل، ممكن تخليه يقول له وريني الحاجات اللي في ليفل 1. تمام، بس لازم هنا ده يبقى اقل منه. اوكي تمام، جاب لي الحاجات اللي هي في ليفل 1. تمام، اجي اقول له بروبرتيز، ماشي، نخش في الفيو رينج. تمام، طب انا عايز اقول له حاجه، اخلي ده عند 1100 واقول له اوكي. قال لي ما ينفعش، طب لازم يبقى اعلى من الكات بلان. اقول له ماشي خلاص، خليها 3000، مفيش اي مشكله. تمام، دي فكره الفيو رينج، اتمنى اكون وصلتها بصوره كويسه. عمرو سليم.